قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من التمارين المتعلقة بتطوير ما يعرف بالجوانب البدنية الفنية، وهي تمارين تأتي بعد فترة الإحماء، وسميت بتمارين الدمج لأنها تدمج مركبتين في آن واحد، وهما تدعى الأولى تدعى بالبدني والثانية تدعى بالفني. ووضعنا مجموعة كبيرة من هذه التمارين التي أوصينا المدربين، خصوصا مدربين الشباب، باستخدامها بعد فترة الإحماء بكثرة، لأنها تمتلك أكبر محفز نفسي للتدريب، باعتبار أن الكرات هي الرقم المركزي في هذه التمارين. هذا مختصر القول. فالتمرين هذا هو عبارة عن مجموعة من المناولات والأركاض السريعة. هناك ملاحظتين: إن كان الهدف تقليل الأركاض السريعة، فتقسيم الأركاض بين اللاعبين بين الركض السريع والهرولة، فيكون الركض السريع للاعبين الذين مثلا 2 و5 الارتكاز يسمون، أو لاعبي الكرة 1 و4 اللي يسمون لاعبي الكرة. فلاعبي الكرة بالحقيقة هم بالحقيقة يمررون الكرة، يتبادلون الكرة ويا 2 و5، ويتحولون بعد أن يثبتون الكرة ل2 و5 يتحولون من حول العلامات، يروحون مكان 2 و5، بينما 2 و5 يروحون للكرة، يمررون 3 و6، ويروحون خلف مجموعة 13 و14، يخط مجموعة 3 و6. هذا التمرين بسيط، يعني أنا أريد أبطأ شوية وأركز على ما يعرف بالجانب. أريد أخذ بداية الفعالية بالجانب البدني الفني، فيكون التمرين بالشكل التالي: حركة بطيئة، تمرير، تبادل كرة، باسينج، هذا بطيء جدا لأجل الفهم، ثم باسينج. لاحظ 2 و5 أين يذهبون، لاحظ 1 و4 راح يثبتون الكرة وينطلقون حول العلامات مكان 2 و5، تحولوا من لاعبي كرة إلى لاعبي إسناد، بينما اللاعبين إسناد 2 و5 ذهبوا إلى الكرة السريعة، لعبوا إلى 3 و6 وذهبوا خلف 13 و14، يعني خلف المستلمين. مستلمين بدأوا اللعب، 3 و6 لاعبي كرات استلموا الكرات، لعبوا ويا 1 و4 اللي أصبحوا ساندين، 1 و4 يردون الكرة ل3 و6، 3 و6 يثبتون الكرة ويذهبون مكان 1 و4 كساندين بالركض السريع حول العلامات، 1 و4 يروحون على الكرات يلعبون إلى 7 و8، لاحظ، ويروحون خلف 11 و12. نزيد السرعة، الروتين هذا الحركي والفني يكرر. ذولا الساندين يردون الكرة، ذولا يثبتون الكرة يروحون مكان الساندين، الساندين يروحون الكرات، الساندين يلعبون كرة طويلة، بينما 7 و8 يصبحون ساندين. زين، 3 و6 من لعبوا كرة طويلة يروحون خلف المجموعات اللي استلموا، وهكذا يكون التمرين بنوع جيد من أنواع ما يعرف بالأركاض السريعة المتعلقة بكرة القدم. وبناحية مهمة هي تبادل المراكز السريع. فكل ما نبغي من التمرين ونركز عليه هو ما يعرف ب الكواليتي
يعني نوعية المناولة، نوعية الركوض شيء جيد. هل في الركوض نوعية؟ نعم، دائما التركيز على ميكانيكية الركوض يكون مهم. هل هناك نوعية بالتمرير؟ نعم، تمرير بمناولة جيدة ومناولة غير جيدة، بمناولة شخصية وبمناولة للفراغ. فالمناولة الأولى لاحظها تكون شخصية للاعبين، المناولة الثانية تكون للفراغ، يهاجموها 9 و10 7 و8 يهاجمون الكرات مرة ثانية، يلعبون طويل 9 و10 يتحولون ساندين. هذه التمارين أنا يعني شخصيا أود من المدربين الإكثار منها بعد فترة الإحماء، لأنها تنفع فيما يعرف بتهذيب وتجذيب الأداء البدني والأداء الفني. عندنا أداء فني، عندنا أداء بدني، فندمج هاي الفعاليات دمج جيد ونضع لها 10 دقائق، يعني 3 دقائق راحة، 3 دقائق راحة، 3 دقائق راحة، راحة حسب احنا رؤيتنا للاعبين. اذا كان بحاجة الى اكثر من دقيقتين نعطي 2.5 دقيقة او نعطي 1.5 دقيقة. هذه ترجع الكميات العمل والراحة ترجع للمدرب، لان احنا عندنا تركيز على جوانب فنية مهمة. لاحظ هذا التمرين كله بالوان تاتش، يعني الوان تاتش الان وان تاتش، شوف الان وان تاتش، الان وان تاتش، اوكي. فننمي الوان تاتش باسنج بين مجموعتين 3 من اللاعبين، ونكون قد اصبنا هدفا يسمى تدريب بدني فني في هذه الفعالية التي تجرى في 60 في 60 ياردة، مقسومة إلى قسمين 30 في 30 ياردة. وإن بغيت أن يكون 40 في 40 ياردة تكون المسافات كبيرة، أنا أريد أركز على مسافات قصيرة وأركز على مناولات قصيرة. حتى المناولة هاي شوفها الطويلة هي عبارة عن 40 ياردة، شوفها تكون مناولة متوسطة، مناولة جيدة. وإن تتصرف في تعديل وتبديل وتغيير وإضافات أو حذف ما يمكن أن يوصلك إلى تحقيق الهدف الذي رسمته لهذه الفعالية. أكرر، لا تزيد عن 12 دقيقة الشغل والراحة. أنا الدكتور موفق المولى اليوم 1 بالشهر وضعت الشهر هنا ووضعت السنة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالخير والبركة. شكرا جزيلا.